استاذ خالد خلينا نروح للنادي الاهلي انت بعد مسيره عطاء كلاعب ولاعب دولي ولاعب كبير ثم مسيره عمل خاص ناجحه جدا وملهمه للشباب فكرت ليه وازاي في الترشح لمجلس اداره النادي الاهلي انت كان ليك محاوله قبل كده او أوه. تجربه مش كده أوه. أوه. اولا اولا انا يمكن مش عايز اتكلم بلسان حد م -م. بس انا بتخيل م -م. ان كل اهلاوي داخل النادي الاهلي عنده طموح انه آه. يبقى في مجلس اداره النادي الاهلي طبعا وطموحه ده نابع لما يكون عنده فكر عايز يديه اكيد آه. هو ممكن يبقى عنده طموح بس مش بالضروره طموحه ده معناه انه يصلح اه بالظبط يعني انا ممكن احلم أيوة. ممكن عندي طموح ده شرعي جدا جدا انا شايف جداً. نفسي احسن واحد اه وشرعي بالظبط آه جدا انما هقدر ادي ده ولا لا ادي ف... فانا ثالث. عندي طموح طول عمري ان انا ازاي ابقى موجود في مكان يقدر يساهم في تطوير وتنميه النادي الاهلي اه, آه و وهنا كلمه تطوير وتنميه النادي الاهلي يمكن تاني النادي يمكن ده اقتناعي يعني انا الشخصي ما بيقفش على اي حد طبعا, طبعاً. نهائي ما كانش عايش ولا لعيب. لعيب. دلوقتي بالقيمه دي ولا لعيب آه. ولا مدرب ولا اداري صحيح. ولا عضو صحيح. مجلس اداره صحيح. ولا باحترامي طبعا لكل صحيح. اللي, اللي انا بقوله لهم اه انما هو الكيان وهو ده اللي حضرتك لما تبص من بره تحس ان فيه يعني يعني ناس كتيره بتعمل حاجات كتير على مدار السنين كل واحد ليه بصمه ودي اللي احنا بنسميه عندنا اللجسي ان ان ده اللجسي الشخص ايه تاريخ الشخص ايه على قد عطائه على قد ما حجم اللاجسي وتاريخه لان نادي الاهلي أعضاء الجماهير العموميه الجماهير حتى اللي مش اهلاويه ما بينسوش ابدا اللجسي بتاعت محبي او القائمين داخل النادي فبتلاقي حضرتك على حجم عطائك على حجم ما انت معروف داخل المؤسسه داخل النادي وداخل الجماهير آه فهي تقديرك بحجم عطائك طبعا آه طبعا و و و و ويمكن يمكن طموحي ان انا ابقى موجود داخل مجلس اداره النادي الاهلي لان عندي غيرة ان انا حاسس ان انا ممكن اعمل حاجه واساعد لأن انا شايف وعلى حركه آه جامده وبعدين انا بحتك طبعا بنماذج كتيره جدا خارج مصر أه. وبحتك بنماذج اقتصاديه كتيرة جدا جدا م -م. والرياضه تطورت جامد جدا صحيح. فبقت مؤسسات اقتصاديه فانا ببقى قاعد شايف س... عارف حضرتك لما تبقى لعيب كوره تقيل جدا تتفرج على ماتش الاهلي وتلاقي فيه فرصه فبتبقى تقول ايه كان لازم يعمل كده تلاقي نفسك بتحرك رجليك أه. بتتحرك رجليك بتحرك راسك أه. أه. بس في نفس الوقت الموقف مختلف أيوه. لان اللي قاعد جوه الماتش ظروفه مختلفه عن وانا قاعد مستريح يعني أه. فمهم ان انا افكر نفسي ان طموحي ده ما يتحولش لنقد آه. طموحي ده ما يتحولش لان انا اغلب الـ 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 يعني الرغبه أو, الـ او اغلب مشاعري عن عقلي ومبادئي واللي انا تربيت عليه آه. لان ده عمليه سهل جدا تقع فيها صحيح. من كتر الطموح وحبك اللي ملوش اخر أي. لان كل الناس بتحب النادي أي. فيش حد من اللي انت بنتكلم عنهم كلهم يحبش النادي إنها. جدا آه. هو الفرق ساعات الشخص بيترقص بلغة أيوة. الكوره كده آه. ويرجع يكسف آه. فإحنا مش عايزين نوصل لحد يترقص ويرجع يكسف آه. عايزين نلحقه قبل ما يترقص آه. فتاني أنا كان مهتم جدا أن أنا طبعا أخش المرة الأولانية والمرة الأولانية طبعا أنا كنت يعني مع كابتن محمود طبعا يمكن آه يعني كنت صريح جدا أن أنا ظروف عملي كنت بسافر كتير جدا وكان مم. في احتمال كبير حتى ان انا اتنقل خارج مصر فطبعا النادي الاهلي ده عايز ده عمل تطوعي آه. وعمل فيه التزام أي. فعايز حد يبقى مركز كويس جدا جدا على المسؤوليه مم. اللي هو داخلها ده دا مش مكان لوجاهه ولا منصب ولا الكلام ده كله لانه مش هيكمل وهيتكشف بسرعه جدا جدا مم. فانا ما اقدرش كنت اخش في مكان الا وانا مطمن ان انا عندي من الوقت ومن العقلي ان انا اقدر اادي الدور اللي انا بتمناه واللي بيطلبه كابتن محمود لان هو طلباته طلباته كتير هو يعني يعني انا مش عايز اتكلم دلوقتي على كابتن محمود بس هو عنده فكر وعنده طلبات وعنده حاجه واضحه جدا فلازم تبقى انت جاهز المره دي يمكن وضع مختلف بقى في الانتخابات دي لو حضرتك حابب نتكلم عليها